ذلك معنا 18578. نعم. أنا ما ذاكرة اسمها بصراحة. تقول لك عندي مشاكل مع زوجي، أنا مواليد 18578. نعم. وزوجي مواليد 2478. تقول لك متى تنتهي المشاكل؟ طبعا هاي مشاكل، يعني 18 5 78 هنا الثور بالعشرية الثالثة، الحصان والحصان الأرضي 2 4، الحمل بالعشرية الوسطية، والحصان أيضا الحصان الأرضي هنا، الحصان مع الحصان ما ينسجمون، صعب جدا صعب. الحل يعني خشم عالي مع خشم عالي ما بيهم يعني ما بيهم. الحل شنو؟ الحل يعني الرجل الحصان ما ينزل راس، مستحيل ما به، يعني هذا أنا عندي انطباع كامل عليهم. لازم هي تنزل راس؟ لازم هي طبعا. لا ما نصحك ابدا، ما نصحك. لا المشكله انه هو ايضا ما تنزل راسه. بس الحياه تفاهم، يعني احنا الطرفين لما يكونون متفاهمين منسجمين، واحد فاهم الثاني، هاي حكايه التنقال مثل ما قلنا. بس لما تجي من الواقع الحالي صحيح، احنا هاي امور نحكيها بالحياه العامه، بس لما نجي من الواقع الحالي الواقع ونتعايش معاها، لا هذا الشخصيه صعوبه. نعم هذه الشخصيه كزوجين طبعا، حتى الثور والحمل هم نفس الحاله، مش حكينا قبل شوي هم. نعم هي المشكله احنا مجتمع شرقي، والمجتمع الشرقي هو مجتمع ذكوري. لا لا من علاقه هاي الناحيه ظالمين الذكور. لا لا صدقين انا الاحظ ان المراه ماخذه حقها وثلاث ارباع بالمجتمع، صدقيني. بس انا بالنسبه خلينا نقول الحلول حتى. نعم والله يا ريت. نعم بالنسبه للامراه طبعا هي برج الحمل شويه حساسه، يعني نعم. هي اكثر حساسيه من عندها برج الثور عملي راح يكون. ف يعني انا اقول لها بس شيء واحد، يعتبرك انت حساسه وهو زوجك اللي وصل هذا يعني اعتقد هو اللي موصل هاي هذا السؤال. فانا افضل انه من عندك تحاولين قدر الامكان واحد يعني شلون تكتين عن نفسك. نعم. حاولي قدر الامكان انه تدغدغين مشاعره بالجانب المالي. شلون؟ بالمالي ها. شلون يعني؟ ليش؟ ان الثور مالي والحصان تفكير تجاري. نعم. فالجانب المالي يفيده. اكسبي من الجانب المالي، هو مادي. حلو. مادي. طيب. زين. شلون اذا كان هي مثلا معتمده عليه ماديا، هي مثلا ربت بيت مو موظفه معتمده على زوجها ماديا. تحاول قدر الامكان، تحاول قدر الامكان، لا تحاول قدر الامكان انه يعني لما يدخل في جانب له علاقه بالماديات بالفلوس كذا، انه تحاول قدر الامكان ان تخلق له فد جو له علاقه، يمكن يكون تخلق له فد مشروع معين، تخلق له فد فكره لها علاقه بالمال، فد فكره لها علاقه بالتجاره. يعني قصدك نقول ان هي راس مدبر تجاريا. احسنتي، حتى تكتسب بهذا الجانب. نعم.